طلعته انه عندك برافو ليك جماعه حنان كمان. انا شو بتقول انت ما انا هم منيحه او شيء؟ مين طلب رايك؟ وصلوا له. مين طلب رايك؟ انا من عندي برافو. ما هو كمان مين طلب رايك؟ انيس تمرجل علينا بالمغني. نسيم انيس نسيم بس ما انتم بطلتوا بعض عن بعضكم يعني. نسيب ايهاب هيدي على طول بسالك رايك انت قبل ما اعطيك رايي. شو حاسه حالك؟ كيف حاسه حالك؟ حاسه نفسي يعني رجعت شوي. رجعتي شو بقى شوي؟ انا بقول شغله انا اللي شفته انك انت بنت ما بتحملي ضغط صح يعني ما فيك تحملي بريشر عليك. عندك كثير ستريس مبين رجع على ورا كثير 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 كثير. هلا هيدي الغنيه احسن من اللي جاي. اللي جاي كارثه هي افتيها هيدي يا وكذا هو هيك عم تعملي. هيدا الخوف اللي ما تركك بالعكس. انا فكرت رح تتعودي مع الجو رح تصير لذيذه مع الوقت. هيدي في شيء غريب. هلا اعلق على هيديك البرفورمانس. هيدي منا عاطله نوت باد حلوه الى حد ما يعني بس مش هيدي اللي انا بعرفها اللي كنا بنقول ذات شيء يعني. انا عم بسمع شويه كومنتس من السيدز تبعك كلهم بيقولوا انت ما بعرف صاير لك شيء ما بعرف شو هو ما يعني ما بتحملي بريشر ما بتحملي ضغط نفسي هالقد. الاكاديميه والشغل والتعب والقصص عم تعمليها بتاثر عليكي بس انت بتغني عندك يعني عندك مينيموم عم بيروح المينيموم على المسرح تبعك عم بطل في مينيموم على المسرح صرت يعني بلو افريج تحت الافريج صرتي من الخوف تبعك وعم لورا كله لورا. هيدي بالبرايم يعني فبقولوا انه اضبط من اللي جاي. غنيتي مع الفن مع الضيفه مش معقوله كارثه. طيب خلينا نبص بلاي ونكمل يعني ما بعرف اذا متى بدك تبرهني لي اذا بعد عندك وقت يعني. انا صرنا بتامن بالتاسع برايم ها هيدي مش مسحه ما بعرف فتي نومينيت. انا تعجبت ما فوتوكي قبل ثلاثه برايم صار لك لهيك نازله نومينيت بالبرفورمانس تبعك نومينيشن منا كثير فظيعه يعني ما نو كومنتس. كنت كريمة معنا قبل كنت كريمة تعطينا صوتك تعطينا الفول فويس تبعك والباور صرت عم تعربي وميعة بالمغنى واللاك اوف ريتم تبعك غريب رجعتي كأنك يعني طب يعني في ايه بالضبط في الغنى ما عجبش حضرتك؟ ما مش حلو المغنى مش حلو يعني اول شيء بس هي عم بتخبي الخوف تبعك يعني الانسان بيغني سابق تارارا تارارا تيرارا فهمنا الجمله اللي خايف يعمل رارارا رارارا هذا الخايف بصير يعمل له هيك يشيلها هيك من هون ومن تحت هذا مش مغنى. بعدين ما تقلدي الفنانه قلدي حالك شو بدك بالفنانه؟ برجع بقوله بتشربوا الفنان بتصير تتاثر بالمدرسه تبعه حبيبتي ما هي الحياه ترزق الفنان شو بدك فيها؟ غني انت شو بتحسي؟ put yourself in the song حطي حالك هيدي انت بنت يعني وحشة مغنى بالنسبة لي وانا ناطرك على الفينال ما بعرف شو صار كثير مقهور خلص ما تنهري كثير خلص ما تروح تعصب كثير بس بتضايق وقت اشوف شغلي هالقد حلوة وفجأة تتباخى علينا ساعتها تباخى علينا بصوتها صار في بخل من عندك سكروج يعني بيكيم تتبخل يعني ما عم تعطينا جمالية صوتك صرت عم تفرجينا البشع بصوتك من الخوف يا هيدي قوي حالك يا هيدي ناين صرنا بالبرايم نمبر ناين يور ان ذا ارمي ناو مروان